وزارة الزراعة قررت صرف 307 مليون جنيه كتمويل جديد لدعم المشروع القومي للبتل، وهذا التمويل هيستفيد منه حوالي 426 شخص من صغار المربين وشباب الخريجين، وبكده يصل إجمالي ما تم تمويله للمشروع أكثر من 8 مليار. عايزين نعرف تفاصيل عن هذا الموضوع، معانا على التليفون دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا استاذ جمانه، كل عام حضراتكم ومصر بكل خير. يا اهلا بيك يا فندم حضرتك. طيب ايه اخر ما توصل اليه هذا المشروع، اجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتلو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن المشروع القومي للبتلو بدا في منتصف 2017 بمبلغ مخصص للتمويل فقط 100 مليون جنيه. احنا النهارده بنتكلم في ما تم تمويله واقراضه اكثر من 8 مليارات و 572 مليون جنيه. استفاد منا عدد من شباب الخريجين وصغار المربيين والسيدات في قرى مبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة لأكثر من 43,500 مستفيد، وده لتربية وتثمين ما يزيد عن 505,000 فرع. يمكن بدأ المشروع القومي للبتلو في منتصف 17 بالهدف الأساسي منع ذبح العجول في أوزان صغيرة اقل من 100 كيلو جرام، فقط بتديني كميه من اللحوم 30 كيلو جرام، وبضوابط وقرارات وزاره الزراعه منع ذبح العجول في هذا العمر والتسمين الى 400 كيلو جرام على الاقل، فاصبحت نسبه التصافي اكثر واصبحت كميه اللحوم اعلى. بدانا فقط في الابقار والجاموس في منتصف 17 المحلي، في 2020 تم اضافه العجول المستورده عالية الإنتاجية سريعة النمو، ودي قيمة مضافة، لأن حضرتك عارف إن هنا معدلات الزيادة الوزنية بتاعتها بتعادل تقريبا ضعف معدلات الزيادة الوزنية لحيواناتنا المحلية، وبالتالي فترة التسمين قصيرة الأجل فقط 6 أشهر، وبالتالي الفائدة فقط 2.5% لأنها بسيطة مترابطة. ثم في 2022 كمان تم إضافة العجلات عالية الإنتاجية ثنائية الغرض للمشروع لضخ مزيد من الألبان ومزيد من اللحوم وتوفير المزيد من فرص العمل للمشروع. طيب دكتور طارق، خلينا برضو نعرف السادة المشاهدين شروط وكيفية الاستفادة من هذه المبادرة. لو حد عايز يشترك ويستفيد من هذه المبادرة يتوجه لفين؟ إيه الشروط اللي لازم تكون متوفرة؟ طيب، هي أساسا هذه المبادرة من أجل صغار المربيين، وإحنا بيهمنا التأكد والتأكد من وجود مكان مناسب للتربية والتسمين، وبالتالي مجرد أن المستفيد بيتقدم لأقرب إدارة زراعية أو أقرب بنك زراعي أو أهل منه موجود في المنطقة، بتشكل لجنة فورية بتضم ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الممول، علشان نتأكد من وجود مكان مناسب للتربية والإيواء والتسمين. ثم بعد كده بيتم الصرف، مجرد ان بيتم اعتماد الصرف، هو طبعا المستفيد ما بياخدش فلوس في ايده ولكن بيستلم الرؤوس من خلال المورد. مجرد ان رؤوس الحيوانات بتصل الى المستفيد بيتم ترسيمها وتحصينها وتسجيلها والتامين عليها في صندوق التامين على الثروه الحيوانيه بقيمه مخفضه، بحيث لا قدر الله حال حدوث اي مشكله للحيوانات بيتم صرف التعويض. الحاجة الثانية كمان ان يمكن في بشكل دكتور طارق في بشكل مكثف كمان بيتم عملية المتابعات من خلال لجان برضو فيها قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، فيها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبيتم المتابعات على المستفيدين في مزارعهم لدراسة أي مشكلة ممكن تواجه المستفيد حال وجودها، ويتم العمل على تحليلها وتسجيلها فورا في مهداه. حضرتك عارفه اي مشكله في بدايتها في مهداه بيكون حلها جذري وسهل. طيب دكتور طارق، خلال الفتره اللي فاتت الاعلاف سعرها نزل وهينزل كمان خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله، ده امتى ينعكس على الثروه الحيوانيه والداجنه؟ لانه المواطنين دلوقتي طبعا مستنيين يشوفوا انعكاسات هذه المشروعات وانخفاض اسعار الاعلاف على اللحوم. ممكن حضرتك عارف ان الاعلاف الوحديه بتمثل تقريبا من 60 ل 80% من جمله مصروفات تشغيل وتكاليف انتاج اي مشروع يتعلق بالثروه الحيوانيه والداجنه. مفهوم طبعا. واحنا شفنا ان ملف الاعلاف تم ادارته على اعلى مستوى، و
كان فخامة رئيس الجمهورية بنفسه بيتابعوا على مدار الساعة. الدولة المصرية مع البنك المركزي وفرت ودبرت العملة اللازمة للإفراجات عن الأعلاف من الذرة والصويا وإضافات الأعلاف العالقة في المواني اللي تأتي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي، سواء كان للدواجن أو للثروة الحيوانية أو للأسماك. مجرد ما بيتم الإفراج عن هذه الخامات العلفية بتشكل لجان رقابية وتفتيش من قبل وزارة الزراعة ومعها تفتش الجهات الرقابية، سواء كانت مباحث التأمين أو شرطة المصفخات، جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك، للاستوصاف من وصول هذه الخامات العلفية حتى التصنيع وطرحها للأسواق للبيع. أي حجب أو تخزين لهذه الأعلاف بتتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيالها، سواء كان المكلف أو المكلف. الأعلاف يمكن السنوات إحنا شفنا السنوات العلفية تراجعت بنسب تخطي ال 45%، اللي إحنا عارفين إن الذرة والصويا لوحديها بتمثل تقريباً حوالي 85% من أعلاف الدواجن، حوالي 50% من أعلاف الثروة الحيوانية سواء كانت المواشي أو الألبان، وبالتالي احنا شفنا ابتدت يبقى في تراجع بالتوازي مع أسعار هذه الخامات، وانعكس وهيبان أكثر إن شاء الله على المنتجات النهائية سواء كانت لحوم أو دواجن أو بيض أو ألبان. وضحت الفكرة، بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.